يا ترى مين الفنانين اللي مي عز الدين بتخاف انهم يلمسوها وليه؟ تعالوا بينا نعرف الحكاية. بعد سنين من الأعمال الفنية اللي قدمتها مي عز الدين اتضربت فيهم شوية أقلام حلوين شكلها حرمت ومش هتكررها تاني. مي رفضت ان التلات فنانين يضربوها لأنهم بيندمجوا قوي، هو المفروض ان المخرج عايز كده، بس هي رفضت وقالت انها مش هتعمل ادوار فيها ضرب تاني، وحددت وقالت خصوصا قدام التلات فنانين دول وهم خالد النبوي واحمد زاهر ونضال الشافعي، وقالت والنبي حتى لو في سياق الدراما. واضح ان نضال الشافعي بهدلها في مسلسل الشك، قالت عنه ان ضربه غبي، وكمان في الجزء الاول من عمر وسلمى مشهد العربية مع تامر حسني ما يتنسيش، صوت رقعت الألم على وشها وصل لنا. واضح كمان ان ألم زاهر لمنال في الحقيقة والسراب وجعها قوي، وقالت كمان انه بيضرب بجد، وقالت انها مش هتمثل قدامه في اي مشهد ضرب تاني، وكمان مش هننسى مشاهد الضرب والتعذيب في مسلسل آدم. وبصراحة ماجد المصري ايده تقيلة بعد الألم ده، الكل قال على ماجد هو ده التمثيل بجد، وماجد اعتذر، وبرغم انها اللي هي اللي طلبت منه ان الجمهور يحس انه ألم بجد، بس شكلها حرمت خلاص. وفي مسلسل قضية صفية طارق لطفي برضو ضرب مي، وقال وقتها ان مي ما استحملتش الألم ووشها ورم. طب مي ما جربت دول هتعمل ايه قدام خالد النبوي؟ قالت ان نفسها تمثل قدامه عشان تمثيله بيستفزها، بس من غير اي مشاهد ضرب. مي عز الدين معروف عنها انها النجمة البريئة والجميلة، ومعظم اعمالها عكست شخصيتها الهادية وتفوقت على نفسها في ادوار الشر، زي دور العيقة في مسلسل جزيرة غمام اللي كان من افضل مسلسلات رمضان اللي فات، بعد انتشار خبر جوازها الفترة اللي فاتت من رجل الاعمال احمد ابو هشيمة. مي ركبت الترند وتقال انه فك عقدة مي بعد سنين طويلة، بس طلعت مجرد شائعة، ورغم انها عدت الاربعين خلاص لسه مي من اشهر فنانات جيلها اللي ما تجوزوش، والعلاقة الرسمية اللي اعلنت عنها هي خطوبتها من محمد زيدان وقت ما كان نجم منتخب مصر السابق. مي ارتبط اسمها بنجوم كتير كبار زي تامر حسني، لكن كله طلع على فشوش.